استرح استعد رافعوا العلم نحو العلم تقدموا إلى الأمام سر دب فليتفضل الاستاذ راكان مدير ثانوية الغولان بإلقاء كلمة الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. على هذه الأرض توارث الإنسان الحكمة والمعرفة. كيف حالك يا أثير؟ الحمد لله بخير. هل تعلم أن اليوم هو اليوم واحد آذار اليوم المعلم العالمي؟ نعم أعلم بذلك، ويجب علينا أن نؤدي التحية على كل المعلمين. نعم نشكرهم على جهودهم. هل سمعت الطلاب يتكلمون عن عيد المعلم؟ نعم سمعت الطلاب والدهم. إننا نراهم كل أيام، لماذا نحتفل بعيدهم؟ يا طلاب هذا واجب علينا، إنهم أساتذتنا يحبونا ونحبهم ويدرسوننا ويعلموننا. Stand up. Sit down. كل عام وأنت بخير يا أستاذ. كل عام وأنتم بخير يا طلابي. إن هذا اليوم هو يوم جميل ويكتمل بكم، إن عيد المعلم وهو عيد للطالب أيضا، نحتفل به جميعا. سوف يكتمل هذا اليوم، يوم نراكم أساتذة ونراكم دكاترة ونراكم طيارين، فالمدرس والمعلم هو الذي يتخرج من تحت يده المهندس والأستاذ والدكتور والرئيس والوزير. فهنيئا لنا بكم طلبة مجدين، طلبة أنيقين. شكرا لكم على كلماتكم الجميلة. شكرا للمعلم الاجتماعيات لأنه يعلمنا الآثار والتاريخ. شكرا للمعلم اللغة الإنجليزية لأنه علمنا لغة جديدة. شكرا للمعلم الرياضيات لأنه علمنا الحسب. شكرا للمعلم اللغة التربية الإسلامية لأنه يعلمنا ديننا. نشكر معلم اللغة العربية لأنه علمنا القراءة. شكرا للمدرس الاجتماعيات لأنه يعلمنا الآثار والتاريخ والآثار.
حول العالم. شكرا لكم يا طلبتي على كلماتكم هذه الجميلة والرائعة والتي تدل على تربيتكم وعلى أخلاقكم وعلى حبكم وعلى شطارتكم. هيا انصرفوا. وقفة وتحية والتفاخر بمعلم الأجيال، هو ذاك الذي جعل الحياة مضيئة بالنور علما في أجل وصالي، جعل المعارف زهرة فواحة تسري إلى الطلاب دون محال، أهدى سنين العمر بذلا دائما كيما يشد بها خالص الأعمال، يبني بها صرحا يجاوز حده سقف السماء بهمة الآمال، جعل التكاتف والعزيمة سلما للمجد يشرق في الفضاء العالي، كل العلوم أتتك تشكر حظها من بعد ما كانت في ليل ظلالي، أخرجتها للنور علما نافعا ومعارفا تحيا بدون هزال. I am good and so happy. Why are you so happy? You don't know that today is World Teacher's Day. Oh yes, I forgot. It is when the first of March every year. When this the day when we go to the school, we should say hello to all the teachers. Also, we should thank them and we should most tell them that we love them very much. I love my school and my teachers. Me too. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني، حييت سفحك ضمانا ألوذ به لولا الحمائم بين الماء والطيني، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحيني، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت ترويني، وأنت يا غاربا تلو الرياح به لأن سائم أطراف الأفانين، وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاكي منه قضاة البين يطويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماحا غير مضمون. هو العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيه سواه أبي، هو العراق فقل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعه والعراق صبي. شكرا للطالب رحمه. كملت. شكرا للطالب إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة شكر وتقدير لكل معلم مخلص في أداء رسالة، معلم الذي أضاء قناديل العلم والمعرفة والعطاء، معلمي فلك كل الفضل والحب والتقدير والاحترام، معلم الذي أدى ما عليه بأمانة فلا تزع عبارة شكر ولا كل الله شكر سعيد، فهي خالصة لكم في عيدكم وكل عام وأنتم بخير. إن البقرة باردة للسعة موضوع النفاق والصوم والطلاق لبس طران أمرنا في التالي أخرجت على غزود إرسيا النساء برات الأذرع والنفاق ياسم وضر من اليهود في عليل نام مربنا نام. شكرا للطالب. إذا الصانع الأجيال قم واستشف العلم من طيب منهل صاغ الدروس محبة وجمالا، نور أضاء الدرب إذ كان معتما في النجم كما ثرية تتلالى، معلمي يا نهر ومنك نستقي أدبا وعلما يصنع الأجيال، سلام عليك فما أنفيك حقك وجزيت عني جنة وضلالا، وفي الختام إليك ألف تحية ورعاك من في السماء تعالى، وصلاة ربي للشفيع محمد تغشاه ثم صحابه الإولى، صدق الذي قد قال فيك مادحا كاد المعلم أن يكون رسولا كاد المعلم أن يكون. شكرا للطالب عبد الباري غصان. يا شمعة في زوايا الصف تتلق تنير درب المعالي وهي تحترق، لا أكفى الله نورا أنت مصدره، يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق، أيا معلمي رمز الوفاء سلمت بيمين أهل الوفاء يا خير من صدق. لولا المعلم ما قرأت كتابا يوما ولا كتبت الحروف بيدي، بين فضل وجسد الفضاء محلقا وبعلمي يسقط ظلام شعاعي، شكرا لمن علمني شكرا لمن على دربي، شكرا للجهود الرائعة، ومنك تعلمنا أن النجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون الثقافي والإخلاص في العمل، ومنك آمنا أن لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي ولا الفرق على التكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنو الطالب بعده جاني الاستاذ قال لي نف حبيبي عرب لي جمله. قمت متردد وخوف يملى العيال خايف من جملته تكون مو سهله. قلت له حاضر استاذ وانا علاب. قال لي عرب عراقي شو اسوى عندنا. قلت العين عين الله يرعاك. شكرا لك. فينا والاخرين امتثل امر ربي فكان خير معلم. علم من الجهالة وهدى ربه به من الضلالة. أمر بالعلم أمته فقال العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال تعلموا من المهدي إلى اللحد. إخواني المعلمين إخلاصكم وتفانيكم في تعليمكم يجعلكم مثالا يحتذى وهاديا يرتجى. فاللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. أعزائي الطلبة إننا فرحون بهذا اليوم ولكن الفرح الأكبر يكتمل بنجاحكم. وفقنا الله وإياكم وجعل علمنا ننتفع به في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. المعلم هو أبا الثاني واستطاع اعتبرهم أخوانا. تعلم في مدرسة مختلف العلوم والمدرسة هي مصدر النوم والعقول. تعلم فيها اللغة العربية والدروس الدينية وكيف الصلاة تعرف. توفقوك ما بيعدنا المعلم بالروح نبتيلة. نخلص عمره كله وقابل الطبشور. خلص طبشورة بقى خلص حيلة. الجندي ويا المعلم نفس الأدوار. يجي رقصاب غلبه وذاك بالشيلة. نحس نجم ربه وما نعسان. قضى عمره سهران ما قمض ليلة. مو شدة ورد نهديله طول الروح هذا اليوم نهديله. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني. أفنى من الزمان الجميل حياته لكوني نجما في سمائي زماني. شكرا لكل معلم رباني وأضاء لي بين الدروب مشاعر شاذت دموع العلمي في وجداني. لولاه بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والجحر.